إلهي أبداننا أسراء الدنيا وقلوبنا أسراء الهوى، ونحن بين ذلك مأخوذون بالزواجر والأوامر، نفر إلى بابك، نكتب بالدموع قصة الخشوع، واقفون على بابك موقف الاعتذار والاقتراف والاقتراب، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم لا ملجأ منك إلا إليك، اللهم إنا نفر منك إليك. هذه الدنيا فيها مواقف صعبة جدا، مواقف صعبة بين الإنسان ونفسه، مواقف صعبة بين الإنسان واللي حواليه. الإنسان بقى لما بيضيق به الدنيا ليس له مفر إلا إلى واحد فقط، هو الله سبحانه وتعالى. علشان كده يحيى بن معاذ لما بيتكلم بيقول أبداننا أسراء الدنيا، الدنيا شدانا وشد أبداننا وإحنا محبوسين جوه الأبدان، ولكن حاسين بخنقة وبضيق. علشان كده العبد الرباني دايما بيفر إلى الله سبحانه وتعالى، ودايما بيتمثل قول ربنا سبحانه وتعالى ففروا إلى الله. ولما ربنا قال ففروا إلى الله قال إني لكم منه نذير مبين، لأنه ده إنذار إنك لو ما فرتش إلى ربنا، يعني لو ما أسرعتش في اللجوء إلى الله والهروب من كل ما أنت فيه إلى الله سبحانه وتعالى، ده إنذار شديد إنك هتعيش في سجن، سجن اسمه الدنيا يحبس جسمك فيه، أو سجن اسمه الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الدنيا فيها مواقف كتير قوي، فيها الإنسان اللي تعبان، فيها اللي مديون، وفيها اللي مسحور، فيها اللي متشتت، فيها اللي بيضحك وفيها اللي بيبكي. كل الناس مواقفها مختلفة، أكتر حد بيبقى مرتاح فيها هو العبد اللي بيفر إلى الله في كل موقف بيتعرض ليه في حياته. النهاردة هنتكلم مع بعض عن فرار العباد الربانيين إلى الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا الدنيا تضحك وتبكي، بتجمع وبتشتت، بتفرح وبتحزن. ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا بقى على المواقف دي كلها لما تفر إلى كتاب الله وتقرأ، يقول لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. العبد الرباني ليه فرار مختلف شوية عن فرار الناس إلى الله. فرار عامة الناس إلى الله بيكون فرار من الدنيا، بيكون فرار من المواقف الصعبة، بيكون فرار من الذنوب. مالك الأشجعي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيشكيله، بيقول له يا رسول الله إن ابني قد أسر، ابني اتخذ أسير في الحرب، وأنا مش عارف أعمل إيه، وأمه عمالة بتبكي وشايلة يعني هموم شديدة، زي ما أي حد فينا ممكن يقع في موقف مش عارف يعمل إيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرسل إليه وأخبره أن رسول الله يأمرك ويقول لك أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأرسل إليه، فما عداش 48 ساعة إلا وقد سقط القيد من ابن مالك الأشجعي، الأسير اللي هم كانوا رابطينه بيه، كانوا موثقينه بسلاسل أو بقيود، سقطت هذه القيود بقدرة الله سبحانه وتعالى، وخرج ابنه ووجد أمامه غنائم، أغنام كثيرة جدا هي للعدو، طبعا ده قانون الحرب، فأخذ هذه الأغنام وجاء بها إلى أبيه. يعني ابنه كان أسير وهو خايف أنه الأعداء يقتلوه أو يعملوا فيه حاجة، ففجأة لما قال له قول لا حول ولا قوة إلا بالله وأكثر منها، أخرج من الحول ومن القوة وفر إلى الله سبحانه وتعالى، تحول الأمر وفوجئ بابنه جاي ومعاه مجموعة من الأغنام كبيرة جدا. ولذلك سيدنا موسى بن جعفر وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان ليه تعجب كده، بيقول عجبت لمن أصابه الضر كيف يغفل عن قوله سبحانه وتعالى رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فرد الله عليه على العبد اللي قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. وعجبت لمن أصابه غم كيف يغفل عن قوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقال الله عنه فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. بيقول وعجبت لمن أصابه خوف
كيف لا يفر إلى الله ويغفل عن قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، والله يقول فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قولوا عجبت لمن مكر به الناس، اللي بيمكر به الناس، كيف لا يفر إلى الله ويغفل عن قوله وأفوض أمري إلى الله، والله يقول عنه فوقاه الله سيئات ما مكروا. هذه المواقف الأربعة هي مواقف فرار من الدنيا إلى الله سبحانه وتعالى. العبد العادي يخرج من البلاء ويفر من البلاء إلى الله، العبد الرباني يفر من النعماء إلى الله، العبد العادي يفر من الذنب إلى الله، العبد الرباني يفر من الحسنات إلى الله، العبد الرباني بيتعامل مع الله سبحانه وتعالى معاملة مختلفة عن معاملة العباد العاديين، بيمد يد العبودية إلى عز الربوبية. العبد الرباني حاطط قاعدة وماشي عليها، بيقول عنها من صح فراره إلى الله صح قراره مع الله. يعني إيه من صح فراره إلى الله؟ يعني أنت بتفر إلى الله من إيه؟ لازم تفر إلى الله من كل شيء. العبد العادي بيفر من الذنب إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان والطاعة ليحصل الحسنات والثواب فيكون في درجات الجنة. العبد الرباني بيفر إلى الله من الأعمال وبيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بيفر من إن هو يشوف إن هو اللي بيصلي وإن هو اللي بيصوم وإن هو اللي بيزكي وإن هو اللي بيعبد. أبداً، العبد الرباني شايف إن ربنا هو الذي يصلي به، يعني هو اللي بيقيمه وهو اللي بيعينه على إن هو يصلي. كم من العباد لم يمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالصلاة وبالطاعة، وكم من العباد لم يمن الله عز وجل عليهم بمعرفته أصلا. فالعبد الرباني يفر من نفسه ومن رؤية نفسه في الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. يقول لك العباد الربانيين عباد يفرون من النعيم إلى الله، يفرون من الجنة إلى الله. يقول لك العباد الربانيين عندهم موقف كده، يقول لك إن لله عبادا لو حجبوا عن الله لاستغاثوا من الجنة كما يستغيث أهل النار من النار. يعني لو كانوا في الجنة وربنا سبحانه وتعالى حجبهم عن رؤيته يستغيثون بالله من أن يبقوا في الجنة ولا يرون الله سبحانه وتعالى. الإنسان العادي ماشي في الدنيا مغتر بيها وعمال يسوف وعمال يقول بكرة روح بكرة أصلي بكرة أرجع لربنا، لكن جواه حاجة بتناديه، جواه حاجة بتقوله ففروا إلى الله، بس هو مش عاوز يسمعها، لأن كل عبد من العباد هو مشروع للعباد الربانيين، هو مشروع لأنه يكون من أهل المحبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى سبقت محبته لكل العباد. بس اللي ربنا بقى بيكتب له العناية والرعاية والتوفيق هو اللي ربنا بيفتح آذان قلبه، يفتح له الأذن اللي في قلبه فيسمع نداء ربنا ليه من جوه وهو بيقول له ففروا إلى الله، فيرد على ربنا على طول برضه من جواه ويقول له فعجلت إليك ربي لترضى. سيدنا إبراهيم بن أدهم معروف القدر ومعروف المنزلة من العباد الربانيين، ما كانش مستني أنه تحصل ليه كارثة علشان يرجع لربنا ويقول له يا رب. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجيب الناس بالسراء وممكن يجيبهم بالضراء. العبد الرباني بقى بيلجأ لربنا سبحانه وتعالى وهو مش فارق معاه لا سراء ولا ضراء، هو بيسمع الصوت اللي بيناديله من جوه من قلبه بيقول له ففروا إلى الله. إبراهيم ابن أدهم كان أبوه ملكا من الملوك، خرج في رحلة صيد، وهو في رحلة الصيد سمع صوتا بيصطاد أرنب أو بيصطاد ثعلب، فسمع صوت بيناديه بيقول له يا إبراهيم ما لهذا خلقت وما لهذا وجدت؟ احنا مش جايبينك في الدنيا علشان تلعب وتلهو وترتع وتمرح وتنسى ربنا، ما لهذا خلقت؟ أول ما سمع الصوت كان صوتا نورانيا، كان صوتا يجذبه إلى الله سبحانه وتعالى، فقرر إبراهيم ابن أدهم إنه يفر إلى الله. نزل إبراهيم ابن أدهم من على فرسه وخلع لبسه وأعطاه للخادم الذي معه
وقال له امض به إلى القصر. وبعدين إبراهيم بن أدهم دور على حد من العلماء والصالحين صاحبهم إبراهيم بن أدهم علشان يفر إلى الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك أصبح إبراهيم بن أدهم هو إبراهيم بن أدهم اللي كان بيقول العبد الصالح المشتاق إلى الله يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها، يعني يخرج من الدنيا قبل ما ربنا يخرجه منها، لأنه كده كده خارج فلا بد أن يخرج وهو حي قبل أن يخرج بعد الممات. الفرار إلى الله، فرار الصالحين، فرار من الدنيا، فرار من اللهو، فرار من النفس. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. العبد الرباني ما بيستناش يبقى في زنقة أو في ضيقة علشان يفر لله سبحانه وتعالى ويقول له وعجلت إليك ربي لترضى. العبد الرباني من جواه شيء بيناديه أن يقبل على الله، شيء بيقول له أقبل ولا تخف، شيء بيقول له إني أنا ربك. نداء من الله سبحانه وتعالى بيكون في أعماق قلب هذا العبد الرباني. العبد الرباني عنده حاجة اسمها الفرار إلى الله على بساط العافية، يعني لما ما تبقاش مزنوق وتبقى مرتاح وتبقى في نعيم، لما تبقى ربنا ادالك الملك وآتاك الملك وآتاك العلم بصحة وعافية، وتحس من جواك ان قلبك عايز يروح لربنا، قلبك مش مرتاح برغم ان الدنيا كلها عندك، اعرف ان قلبك محتاج انك تسمع له شوية وتسمع الصوت اللي جوه اللي بيقول لك ففروا الى الله. شقيق البلخي كان رايح يحج في مكة، والامام ابراهيم بن ادهم كان برضه في مكة، فالناس بقى يعرفوا شقيق ويعرفوا إبراهيم بن أدهم، فقالوا احنا نجمع بين الاتنين ونقعد كده نشوفهم هيتكلموا مع بعض ازاي، اتنين عباد ربانيين بس كل واحد فيهم ليه مشرب وكل واحد فيهم ليه طريق من ربنا سبحانه وتعالى، ربنا فتح له منه يصل به إلى الله. فالتقى إبراهيم وشقيق والناس قاعدين واتكلموا في المحبة واتكلموا في تأصيل الطريق إلى الله. فإبراهيم بن أدهم بيقول لشقيق البلخي، شقيق البلخي نسبة إلى بلد اسمها بلخ، شقيق البلخي إبراهيم بن أدهم بيسأله بيقول له يا شقيق على ما أصلتم أصول طريقكم، يعني أنتوا أصلتوا أصول الطريق والسير والفرار إلى الله على إيه؟ فشقيق بيقول له يا أبا إسحاق أصلناه على أن إذا رزقنا شكرنا وإذا منعنا صبرنا، يعني لو ربنا ادانا نشكر ربنا سبحانه وتعالى، وإذا ربنا منعنا نصبر لحد ما ربنا يدينا ويرضينا. سيدنا إبراهيم بن أدهم قال له يا شقيق هكذا تفعل كلاب بلخ، يعني كل المخلوقات بيعملوا كده، كل الناس عاديين وبيعملوا كده. كلاب بلخ هنا كناية يعني عن أقل حد موجود في الكون ممكن يعمل كده، دي الكلاب بتعمل كده، أي حد ممكن يعمل كده، فهل هذا طريق إلى الله يا شقيق؟ فشقيق استعجب وقف قدام إبراهيم بن أدهم. طبعا احنا حكينا وقلنا ابراهيم ابن ادهم كانت قصته انه فر الى الله وهو في ذروة النعمة وهو كان ابن ملك، قال له فعلام اصلتم طريقكم يا ابا اسحاق، يعني طب انتوا طريقكم ايه؟ قال له طريقنا ان اذا رزقنا اثرنا، يعني لو ربنا ادانا ما بناخدوش لينا، بنديه للخلق، بنتصدق به، بنؤثر غيرنا علينا، وان اذا منعنا حمدنا وشكرنا، نحمد ربنا لو منعنا، نحمد ربنا لو ما ادلناش. دي نظرة العبد الرباني لأنه شايف إن هو ده الخير من الله سبحانه وتعالى. قلوب الربانيين قلوب مليئة بالنور الإلهي، نور يشرق له ما بين السماء والأرض. إذا فروا إلى الله سبحانه وتعالى عرضهم الله على الملائكة وقال لهم يا ملائكتي هؤلاء عبادي مشتاقون إلي، أشهدكم يا ملائكتي أني إليهم أشوق. قبل ما نختم الحلقة عايز أقول إنه فيه نوعين من الفرار إلى الله سبحانه وتعالى، في فرار الأشقياء وفيه فرار السعداء. فرار الأشقياء هو في ظاهره إنه فرار من الله، يعني إيه في ظاهره فرار من الله؟ يعني في الظاهر العبد بينفر من ربنا سبحانه وتعالى، يفر من أوامر الله إلى نواهيه، هنا يدخل الهوى ويشتغل على القلب كويس فيخلي العبد ينخرط في الذنوب والمعاصي.
فرار من الله إلى الدنيا. عبد بيبقى حاسس إن كل فرحته وكل سعادته وكل راحته هتكون في إن هو يبقى من أبناء الدنيا ويتملك الدنيا وما فيها. فرار إلى أشياء كثيرة، وده فرار زائف، لأنه إذا كان في ظاهره فرار من الله فهو في حقيقته أيضا فرار إلى الله، يعني لأنه في النهاية لن يفر العبد من الله إلى أحد سوى الله، يعني مش هيروح لحد بعيد عن ربنا. ليه؟ لأن الكل في قبضة الله. ربنا بيقول وهو القاهر فوق عباده، كل الخلق في قبضة الملك الحي القيوم سبحانه وتعالى. فمهما فررت أيها العبد ومهما ابتعدت عن الله سبحانه وتعالى، فإلى أين تذهب؟ هل تظن أن ربا آخر سيؤويك؟ هل تظن أن سماء غير التي خلقها ستظلك؟ أو أن أرضا غير الأرض التي خلقها ستقلك؟ يعني هتروح فين من ربنا سبحانه وتعالى؟ وأن مرجعكم إلى الله، وأن إلى الله المنتهى. كل الخلق هيرجع لربنا سبحانه وتعالى إن شاء وإن أبى. إذن ففرار الأشقياء هم الذين يفرون من الله إلى هذه الأشياء، وفي النهاية يصدم هذا العبد بأنه أمام الله سبحانه وتعالى، وهذا يفوض الأمر فيه إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ورحمه. فرار السعداء بقى هو فرار العبد السعيد إلى الله سبحانه وتعالى، بيفر بقى من المعاصي والذنوب، بيفر من النعيم، أيا كان فراره فهو في النهاية فرار إلى الله. ده اللي بيقول لربنا سبحانه وتعالى رب لا ملجأ لي ولا منجأ منك إلا إليك، زي التلاتة اللي خلفوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت وظنوا، يعني وعلموا ألا ملجأ من الله إلا إليه. مجرد إن هو بس يبقى عارف إنه لا ملجأ من الله إلا إليه، دي درجة كويسة تساعده على إنه هو يقبل على الله سبحانه وتعالى ويفر إلى الله، ويبدأ بقى في مرحلة الفرار مرتبة مرتبة ودرجة درجة، إلى أن يفر من الأكوان كلها إلى المكون الحق سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفر إلى الله ويدعي ربنا ويقول له اللهم اكفلني كفالة الوليد ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. هنا فرار بالكلية، فرار بكل قوتك وبكل حولك وبكل طاقتك إلى ربنا سبحانه وتعالى، كأنك بتقول له يا رب ليس لي صبر إن لم تصبرني، ليس لي قوة إن لم تحملني، ليس لي طاقة إن لم تكن أنت لي يا رب العالمين، إن كنت لي فكل شيء هو لي، وإن لم تكن لي فويلي من أي شيء سواك يا ربي إن كان لي.